السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة لسنة 2018 وتباين في آراء النواب بشأنه. الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يستعد لعقد مؤتمره العام منتصف الشهر الجاري لاختيار رئيس جديد. الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأحراطين يدعو الحكومة الموريتانية لاتخاذ تدابير عاجلة للتكفل بضحايا الرق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. ناقش نواب البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الاثنين مشروع القانون المعدل لميزانية الدولة لسنة 2018. وفيما انتقد نواب معارضون الصفقات العمومية التي قالوا إنها تمثل نسبة 50% من الميزانية، أشاد نواب آخرون موالون للنظام بما وصفوها الإصلاحات التي تحققت في قطاع المالية. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. الحكومة الموريتانية تستعرض أمام البرلمان في جلسة عقدها الاثنين مشروع القانون المعدل لميزانية الدولة للعام 2018، وهي الفرصة التي طرح النواب فيها عددا من المشاكل التي يقولون إن المواطنين كلفوهم بإيصالها، حيث دعا نواب في الأغلبية إلى الحد من الازدواج الضريبي ومحاولة دمج الضرائب في واحدة تؤدى لوزارة المالية. نتكلم لكم عن النقطة الأولى، هي قضية توحيد الضرائب والحد من تعددها وتشابكها وتداخلها على 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 دافعي الضرائب. البلدية تعطي ضرائب والمجموعة الحضرية كانت تعطيها، ولجنة المجالس الجهوية هم اللي تعطيك بصي. اختيرت في إطار استراتيجيات اللي باركين معاها في تطوير ذاك المجال، يخلي نوع من التوحيد، إياك يعود مواطن يدفع لها ضريبة واحدة إلى قد والله على الأقل تعرف الجهة الواحدة اللي كل يدفعوا للمجالس المحلية وكم اللي يدفعوا ضريبة لوزارة المالية. وتطرق نواب معارضون إلى الصفقات العمومية قائلين إنها مثلت نسبة 50%، مهاجمين جودة المنتج الذي تؤدي إليه هذه الصفقات. واحد معين، وبالتالي ظاهر يعني يعني أعطاهم الوقت الكافي به اللي النواب عندهم وجهات نظر كاملين، وإذا ما هي قضية سياسية فيها يستفيد منها الموالي والمعارض، المواطنين يحانوا يسمعوا مشاكلهم انطرحت على الجهاز التنفيذي. فيما أثنى نواب آخرون على ما سموها الإصلاحات التي تحققت في قطاع المالية خلال السنوات الأخيرة. قانون بالغ الأهمية ويتنزل في إطار تعديل قانون المالية الأصلي سالف الذكر، وذاك ناتج عن توقعات الإيرادات لم تكن بالطريقة اللي كانت متوقعة. وأنا بعد وكانت الحكومة الموريتانية قد أودعت لدى البرلمان الموريتاني بعد تنصيبه بضعة مشاريع قوانين من ضمنها مشروع قانون ميزانية 2019 الأصلي ومشروع تعديل على قانون ميزانية 2018، وقد رفعت لجنة المالية بالبرلمان تقريرا عن الأخير في افتتاح هذه الجلسة. انسحب نواب المعارضة من الجلسة العلنية المخصصة لنقاش الميزانية، وذلك احتجاجا على تحديد 3 دقائق للنائب من أجل التدخل للتعليق عليها. وقد عاد النواب إلى القاعة بعد التوصل إلى حل يقضي بمنح النائب 5 دقائق للتعليق، على أن يتم الاتفاق لاحقا على توقيت المداخلة خلال مختلف الجلسات العلنية. غرضهم فيه إلا ضمان للنائب، سواء هو منه سواء معارض وسواء غير معارض، على انه يقوم مهمته اللي جابته هون للقاعة، وهي تمثيل الشعب الموريتاني، ذاك اللي يسمع منه وذاك اللي يعرف عنه. وبالتالي اقترحنا ذاك الوقت
ما هو تجاوزا للي قلتوا انتم ولا غير هو الحد الادنى حسب التجربه اللي عندنا وحسب التجربه اللي كانت اصلا تمارس في البرلمان اللي هو. واللي جاونا اخوتنا زملائنا وعدوا مساعي حميده ما نقدوا الوجوه اللي جات نردوها وسمعنا ملي علينا تجاوبكم انتم مع اللي سعوا فيه فنا لا نجبروا ديك خمس دقائق في الجلسه ونعاقب ذاك نجبروا وقت نشدوا فيه اخبار قضيه الوقت وقضيه تحديده بشكل نهائي بيننا وبتفاهم بيننا كاملين ما هو فم حيف على حد ولا فم ملي تجاوز ومطالبه بشيء مستحيل رانا رجعنا وراجعين للغرض اللي هو ونختاروا وتعود هذه بدايه حسنه في التواصل بيننا نحن وزملائنا في الامور اللي تتعلق بالسير الحسن لهذه الجمعيه نعودوا كاملين ماشيين فيه ونعودوا كاملين مستعدين له. احتج النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه المرابط والبناهي على عدم منح النواب الوقت الكافي للتعليق على مشروع قانون الميزانيه، مضيفا انه من غير المقبول ان يحصل خلاف بين النواب على اساس الوقت. وقال البناهي في مداخله له ان البرلمانيين انتخبوا من اجل رقابه اداء الحكومه وطرح مشاكل الشعب، معلنا رفضه عدم زياده الوقت للنواب من اجل الحديث. سيد الرئيس ما مقبول ولا صالح ولا زين ان نمد في جلسه علنيه تعود متعاقبه انها تكلمها خمس دقائق، احنا الحمد لله عندنا الوقت والنهار طويل واربع سوايع اربع حنكمل طول عمرك، حنكمل رئيس طايل الكلام حنكمل اللي نقول. اربع سوايع من النهار 12 ساعه ما قل منهمش، واحنا ما لنا عجال نقدر لين تلحق اصلا نوقفوا ولين نفتروا نوقفوا دقائق. ويا الله والسيد الرئيس ما تعود مشكلة البرلمان الموريتاني في النرويج ما يتكلم هو رجاج منتخب هون ياك يتكلم خالق شو يقولوا بعض الناس أنا ماني موافق عليه إن خالقين واحدين عندهم هم والشعب ذاك الناس كاملة تمثل ومنتخبه وكلها مكلف شو مكلف أساسا برقابة عمل الحكومة والله سن القوانين يا غير يقدم اللي تم يتكلم يعني عن أوضاع بعض البلدات يغير تعدلها الناس كاملة ولا يصح السيد الرئيس إن مدة في برلمان تعود محاكمة عن أرواقيج إنهم يتكلموا 10 دقائق وربع ساعة وعشرين ساعة بلا يتفوت مدة نهارين والله هذا ما تواسع يا غير 5 دقائق ما خالك شيء قل منها وحد قال بأنه هون خاسر إلا قال رقاج رأي في 5 دقائق والله ما يخاسر ولا تخسر شيء ولا فيها ضرر ولا تعني البرلمان ولا تعني الحكومة ولا تعني المعارضة ولا تعني الأغلبية نايب منتخب إلا يفوت 5 عمان في برلمان يعود يلا كل جلسه خلقت هو عنده مشكله انه يلا يتكلم الا دقيقه واحده هذا بعد السيد الرئيس انا ما هو زين عندي. يستعد حزب الاتحاد من اجل الجمهوريه الحاكم لعقد 3 مؤتمرات لهيئات الحزب خلال الشهر الجاري، ابرزها المؤتمر المرتقب ان ينتخب خلاله رئيس جديد للحزب خلفا للرئيس الحالي الذي عين مؤخرا وزيرا في الحكومه. وقد طلب الحزب من رؤساء أقسامه جرد مناديب المؤتمر الذين ترشحوا ضد الحزب خلال الانتخابات الأخيرة للبت في قرار مشاركتهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يستعد لتنظيم أول مؤتمر للجنته الشبابية يومي 7 و8 من الشهر الجاري لانتخاب هيئاته، كما يستعد الحزب لتنظيم مؤتمر للجنته النسائية يومي 9 و10 من نفس الشهر، وينتظر أن ينظم الحزب مؤتمره العام يومي 15 و16 من شهر دجنبر، مؤتمرات يسعى من خلالها الاتحاد من أجل الجمهورية إلى تجديد هيئاته قبل حلول عام 2019 المرتقب أن يشهد تنظيم انتخابات رئاسية لا يشارك فيها الرئيس الحالي محمد العبد العزيز، كما أعلن عن ذلك في أكثر من تصريح. وينتظر أن يختار الحزب رئيسا جديدا له خلفا للرئيس الحالي سيدي محمد المحم المعين مؤخرا وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة. وفي إطار الاستعداد للمؤتمر المرتقب تداولت بعض المواقع الإلكترونية الموريتانية أن الحزب طلب من رؤساء أقسامه على مستوى المقاطعات
جرد أسماء مناديب المؤتمر الذين ترشحوا ضد لوائح الحزب خلال الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية التي نظمت شهر سبتمبر الماضي، وذلك من أجل البت في قرار مشاركتهم في المؤتمر. وكان الرئيس محمد العبد العزيز قد أعلن خلال الحملة الانتخابية الأخيرة أن مناديب الحزب الذين ترشحوا من خارجه أو عارضوه لن يسمح لهم بالمشاركة في المؤتمر الذي يفصل عن حلول موعده أقل من أسبوعين. وقد وصل عدد منتسبي الحزب وفق الأرقام المقدمة من طرفه 1,115,000 منتسب، ويحق لكل 500 منتسب اختيار مندوب عنهم للمشاركة في المؤتمر العام. دعا الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للإحراطين الحكومة الموريتانية لاتخاذ تدابير عاجلة للتكفل بضحايا الريق ودمجهم في المجتمع ومعالجة آثار العبودية. وطالب الميثاق في بيان صادر عنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لإلغاء الرق بتنفيذ القوانين والتعهدات التي صادقت عليها موريتانيا في هذا المجال، كما حث الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بموريتانيا على مضاعفة الجهود للتحسيس بخطورة الظاهرة والتضامن مع ضحاياها. قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إن الإنجازات التي حققتها موريتانيا في سبيل القضاء على الرق ومخلفاته لم تمنع من وصفهم بالمتاجرين بالقضايا المشابهة من المزايدات والتشويه المنظم. وعبر الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لإلغاء الرق عن شجبه لكل ما ينتقض من كرامة الإنسان الموريتاني، كما أشاد بالإنجازات التي قال إنها تحققت في سبيل تحرير الإنسان الموريتاني من مخلفات الماضي الأليم وفق ما ورد في البيان. يشارك الأمينان العامان للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية محمد أحمد والسالك والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا ساموري والبي في أعمال المؤتمر الرابع للكونفدرالية النقابية الدولية المنعقد بكوبنهاغن. وينعقد المؤتمر تحت شعار لنغير القواعد السائدة في مجال العمل، ويشارك فيه أزيد من 1000 مندوب يمثلون أكثر من 350 منظمة ب160 دولة عبر العالم. إقليميا، عثر على مخبأ للأسلحة بالقرب من الحدود بين مالي والجزائر، وتشمل هذه الأسلحة قذائف صاروخية وقنابل يدوية إضافة إلى بنادق ورشاشات، فيما لم يتم الإعلان عن الجماعة التي تتبع لها هذه الأسلحة. هذا ويشكل تأمين الحدود أبرز أوجه التعاون الأمني بين الجزائر وباماكو، ويؤكد الطرفان المالي والجزائري على إرادتهما في تكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. التفاصيل في سياق هذا التقرير. الإعلان عن العثور على مخبأ للأسلحة بالقرب من الحدود بين مالي والجزائر، وتتضمن هذه الأسلحة بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية قاذفات صاروخية وقذائف وقنابل يدوية وبنادق ورشاشات وأنواع أخرى مختلفة. وقدرت وزارة الدفاع الجزائرية عدد الذخائر التي تم الحصول عليها بمخبأ الأسلحة ب4,344 ذخيرة، ولم يتم الكشف عن الجماعة المسلحة التي تعود لها هذه الأسلحة المخبأة وتنشط بالقرب من الحدود بين الجزائر ومالي عدد من الجماعات المسلحة، ويشكل نشاطها تأثيرا كبيرا على أنفس وممتلكات مواطني البلدين. ويشكل الأمن الحدودي بين الجزائر ومالي أحد أبرز أوجه التعاون الأمني بين البلدين، وقد أشرفت الجزائر خلال العام 2015 على توقيع الأطراف المالية اتفاقا للسلم والمصالحة، واحتضنت عددا من الجولات الخاصة بهذا الاتفاق قبل أن يتم التوقيع عليه بالعاصمة باماكو. وتواجه مالي تحديات أمنية في عدد من مدن الشمال والوسط، إلى جانب تحدي الاقتتال الداخلي بين بعض الجماعات المسلحة. وعلى الرغم من وجود القوات الأممية والفرنسية منذ 6 سنوات، فإن الوضع الأمني لا يزال مضطربا في البلاد.
وكانت الجزائر قد أيدت التدخل العسكري الفرنسي في الشمال المالي لدى سقوط عدد من المدن بأيدي الجماعات المسلحة عام 2012. ويؤكد الطرفان المالي والجزائري على إرادتهما في تكثيف التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. وقد احتضنت العاصمة المالية باماكو في العام 2016 أعمال الدورة 11 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول الشمال المالي. مغاربيا، أعلنت صحيفة نيويورك تايمز ارتفاع حجم الدعم الغربي المقدم للواء المتقاعد خليفة حفتر باعتبار مركزيته في الجهود الدولية الهادفة إلى إحلال الاستقرار في البلاد. وأضافت الصحيفة أن حفتر يحظى بدعم متزايد من طرف الدول الأوروبية، حيث تعتبره طرفا ضروريا في أي اتفاق سلام مستقبلي. التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير. أكدت صحيفة نيويورك تايمز ارتفاع مستوى الدعم الغربي والإقليمي للواء المتقاعد خليفة حفتر كشخصية مركزية في الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الاستقرار في ليبيا. وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته إلى أن حفتر مع توسيع نفوذه في البلاد يحظى بدعم متزايد من قبل الدول الأوروبية، فيما تبقى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في الظل. وذكرت الصحيفة أن بعض الزعماء الغربيين يعتبرون حفتر طرفا ضروريا في أي اتفاق سلام مستقبلي بليبيا، بغض النظر عن رفضه الاتفاق السابق المبرم في العام 2015 وإصداره أمرا بعدم احتجاز الأسرى من المسلحين المجابهين لجيشه. وأكد التقرير أن حفتر عقد في الأشهر القليلة الماضية اجتماعات مع مسؤولين روس وبريطانيين وإيطاليين وغيرهم، حيث بحثوا مساعي إنهاء القتال وتقديم التسوية السلمية للخلافات الداخلية الليبية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله بطبيعة الحال سنرى دورا لحفتر في أي مستقبل لليبيا، ثم تابع ردا على سؤال حول إمكانية بسط حفتر حكمه على كامل البلاد، إن ذلك يتوقف على إرادة الشعب الليبي. وأوضحت الصحيفة أن الشركات النفطية الأوروبية التي لديها مصالح في ليبيا أطلقت مشاريع مشتركة مع حكومة الوفاق، لكن معظم البنى التحتية النفطية تقع بالفعل تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر. وأما بخصوص فرنسا فقد أرسلت قواتها لمساعدة حفتر في معركته ببنغازي، حيث قتل 3 من جنودها في العام 2016. وعلى الصعيد الإقليمي حصل حفتر على دعم مصر والإمارات حسب المؤسسة الأممية الخاصة بمراقبة تطبيق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا. وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة وأبوظبي تريان فيه حليفا ضد الجماعات الإسلامية المدعومة من قطر وتركيا. وذكرت الصحيفة أن حفتر لم يهتم على ما يبدو بالاهتمامات الموجهة إلى قواته لتورطها في مخالفات حقوق الإنسان. ونفى المتحدث باسم القيادة العامة التابعة لحفتر أحمد المسماري ضلوع أي من ضباطه في حالات التعذيب والتجريد القسري. أطلقت الجزائر والمملكة العربية السعودية 5 مشاريع شراكة خلال الدورة 12 لمجلس الأعمال الجزائري السعودي المنعقد بالعاصمة الجزائر، وينتظر أن تدخل هذه الشراكات حيز التنفيذ بدءا من عام 2019، وتأتي المصادقة عليها بالتزامن مع زيارة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. دشنت الجزائر والسعودية الاثنين 5 مشاريع شراكة تشمل عدة مجالات وتدخل الخدمة بداية من السنة المقبلة 2019. وتم تدشين هذه المشاريع خلال الدورة 12 لمجلس الأعمال الجزائري السعودي المنعقد تحت إشراف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الجزائري ووزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الجزائر. وتم في هذا الإطار إنشاء شراكات بين المتعاملين الجزائريين والسعوديين لتجسيد 5 مشاريع شراكات عبر عدة ولايات داخل الجزائر. وتتعلق هذه المشاريع بصناعة الكيماويات غير العضوية ومعالجة المعادن وصناعة مواد الكلور والصودا الكاوية والصودا الموجهة لتنقية المياه وصناعة الأدوية. وأكد يوسف بهذا الخصوص على إرادة الجزائر بترقية الشراكة والاستثمارات بين البلدين لترقى إلى مستوى تطلعات رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسجل يوسف بارتياح استعداد البلدين للرقي بالتعاون في مجال الصناعة وقطاعات أخرى. ولم تمر زيارة بن سلمان للجزائر دون تسجيل احتجاجات، فقد نشر 17 صحفيا ومثقفا جزائريا بيانا أعلنوا فيه رفضهم استقبال ولي العهد السعودي في وقت كل العالم على يقين
بأنه الآمر بجريمة فظيعة في حق الصحفي جمال خاشقجي حسب تعبير البيان. واعتبر الموقعون على البيان أن الجزائر الرسمية ليس بإمكانها إعطاء منحة تشجيعية للسياسة الرجعية لهذه المملكة المصدرة ليس فقط للبترول وإنما للأصولية العنيفة حسب البيان. كما رفضت الزيارة الأمينة العامة لحزب العمال لويزا حنون واعتبرتها استفزازا للجزائريين. وفي نفس السياق أيضا جاءت تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قال إن هذه الزيارة لا تخدم صورة الجزائر ولا سمعتها. إلى الشأن الفلسطيني، حيث أمر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعادة بناء مدرسة التحدي بخربة بزيق في الأغوار، والتي كانت قد تعرضت للهدم من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. وكانت محكمة الاحتلال قد رفضت الاستئناف المقدمة ضد هدم المدرسة، والتي أخطرت بهدمها 5 مرات قبل أن تعلنها سلطات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة تمهيدا للاستيلاء على الأراضي هناك. نتابع. كراس وسبورة وحقيبة وحافلة توصيل وأخواتها، مفردات تربعت على عرش اهتمام طلاب وأهالي خربة بزيق شرقي مدينة طوباس في الأغوار الشمالية، وشغلت تضاعيف قاموس يوميات الصمود المقاوم، وكان لها نصيبها المقسوم من استهداف الاحتلال. مكابدة اختصرتها قصة مدرسة التحدي التي لم تزن طلابها عن التشبث بحقهم في التعليم، ظروف مثبطات مسالك الطرق الوعرة والسفوح الجبلية الحادة، ولم ترهبهم حالة الاستنفار الميداني التي فرضتها قوات الاحتلال من أجل ملاحقة أطفال المرحلة الابتدائية والإجهاز على مستقبلهم التعليمي ووأد حلمهم الدراسي. تربص كان من وجوه تعسفه حرمان السكان وعامة أهالي الأغوار من بناء أي منشأة تعليمية، وكان من تجليات مواجهته الأهلية المحلية وضع إحدى العائلات في خربة بزيق بيتا تراثيا عتيقا تملكه تحت تصرف إدارة مدرسة التحدي 10 التي استلمته واحتفلت بسانحة افتتاح العام الدراسي فيه رسميا، لتقدم قوات الاحتلال لاحقا على مداهمة المنزل وتفكك الكرفانات الملحقة وتصادر المعدات وتحتجز المدرسين والطلاب. ووفق بيانات ومعلومات أوردها المركز الفلسطيني للإعلام، تقطن خربة بزيق 38 عائلة من لاجئ الأراضي المحتلة عام 48، يعيش أفرادها على الزراعة ورعي المواشي، وتعد سلطات الاحتلال قريتهم غير قانونية بزعم وقوعها في منطقة عسكرية. تصنيف جائر تقفي على أثره سلطات الاحتلال بمنع تعبيد الطرق وحظر إنشاء البنى التحتية وبناء المدارس والبيوت الإسمنتية، وبتحويل محيط المناطق السكنية إلى مسرح للتدريبات والمناورات، مستمرئة اعتماد التهجير المؤقت بين يدي كل استعراض عسكري. يتخذ عدد من باعة الكتب في العاصمة نواكشوط من أرصفة الشوارع وأمام بعض المحلات مكانا لعرض مبيعاتهم التي لا تخلو من زائر، ويرجع هؤلاء الباعة السبب في عدم أخذ محلات لبيع الكتب إلى غلاء الإيجار. وتعتبر الكتب المدرسية أبرز معروضات ما يسميه البعض بمكتبات الشارع. نتابع. على الأرصفة يعرضون عشرات الكتب بحثا عن من يشتريها، فقد منعهم غلاء الإيجار من اتخاذ محلات تجارية لعرض بضائعهم، وتشكل الكتب المدرسية أبرز معروضات هؤلاء الباعة، وهي في الغالب كتب قديمة يحصلون عليها من التلاميذ بعد تجاوزهم للقسم الدراسي الذي كانوا يدرسون به. هاي الجماعة كاملهم يشترون كتب سوق مسك بيتار اعتمادا لا الأدوات، عندهم موسم تعدلوا فيهم هو شهر 10 وشهر 11، وناحية الكتب اللي المدرسة ما هو اعتماد ذوك إلا إذا تم جانا حد عنده شيء من الكتب كان يقراهم السنة الماضية وعاد جالس في كلاس آخر ويشوفهم عنده، والله جاب لنا حد شيء من بلاد ثانية الكتب عندهم الدولة باتحلهم كشكات.
ويتحدث التلاميذ عما يقولون إنها ندرة تشهدها الكتب في موريتانيا اليوم، إضافة إلى تهالك الموجود منها وعدم قابليته للاستعمال لكونه مستخدما في السابق فضلا عن ارتفاع أسعاره. سؤال عن شمل الكتب للتلاميذ، حقيقة قام متوفرة يا أسلم، الكتب اللي كنا ندوره ما هو متوفر، واللي خالق منه واعر ما هو متطلبات سوق. التلاميذ ما جبرت التلاميذ العام كل شيء، ما جبرت الكتب وجبرت كتب هون مستعمله، ناس هون تبيع الكتب المستعمله، لا على قله الكتب في السوق وكيف شيء لا يلتد توفر شيء للتلاميذ كتب مستواد قد تقرا بيه. ورغم ذلك فإن الكتب المعروضة هنا لا تخلو من قادم يبحث عن بعض نوادر الكتب القديمة التي لا توجد في الغالب بالمكتبات أو توجد لكن بأسعار غالية، وهو ما يجعل مكتبات الشوارع مفضلة لدى الكثيرين. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. البرلمان الموريتاني يناقش مشروع قانون يعدل ميزانية الدولة لسنة 2018 وتباين في آراء النواب بشأنه. الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا يستعد لعقد مؤتمره العام منتصف الشهر الجاري لاختيار رئيس جديد. الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراتين يدعو الحكومة الموريتانية لاتخاذ تدابير عاجلة للتكفل بضحايا الرهن. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.